أشير إلى هذه الصور. ها هو ترامب على ما يبدو يغادر ميامي في طائرته أو على متن طائرته الخاصة متجها إلى نيوجيرسي، حيث من المفترض أن لديه أو أن يخطب خلال تجمع انتخابي بعد أن رفض التهم 37 الموجهة إليه وسمح له بمغادرة المحكمة من دون دفع أي أموال ومن دون وضع حظر للسفر عليه. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.